هنبدأ بأول حاجة إزاي نعمل البرغل بالعدس الأسمر، أكلة مشهورة من المطبخ الشامي أو السوري، لطيفة وجميلة وقيمتها الغذائية عالية جدا، وهنعملها النهاردة دايت رجيم بقدر الإمكان. برغل خشن وده موجود في أي سوبر ماركت، معانا عدس أسمر من خير أرضنا لطيف وزي الفل، كان معانا امبارح كنا عاملينه فتة العدس بالخل والثوم، كلت صوابع وراها كانت لطيفة قوي على فكرة. العدس ده هعمله النهاردة مع البرغل، بصل شرايح وثوم وزيت زيتون، بهارتنا البهارات بتاعتنا حبهان قرفة ناعمة ملح وفلفل، ممكن نحط شوية كمون في الآخر على الوش عشان مشاكل العدسة والبقوليات مع الكولون. هنبدأ في تحضير الأكلة بتاعتي والمقادير على الشاشة، والصورة الحلوة دائما تتحدث عن نفسها. البصل يتقطع شرايح بالشكل ده كده، وناخد الكرملة بتاعته بواسطة حلة تكون سخنة على النار بالشكل ده كده، بصل شرايح، زيت زيتون كتري تقللي، ده قرار قراري يعني، انا مزود شويه مفيش مشكله، نقلل مفيش مشكله، زيت الزيتون مفيش منه مشكله طالما انت بتستخدميه على طول، ما تسيبوش على النار كتير قوي على فكره. حلو، زي ما انا شغال كده البصل تتشوح زي الفل، تمام، تاخد اللون، بننزل بفص ثوم حلو، اللهم صل على النبي، التحميره دي مهمه جدا، نظبط الملح بتاعنا والفلفل. حد يقول لي بقى دلوقتي سريعا كده هو قاعد بيتابعني، مش لازم نتصل يعني، بس يبقى من جواك كده انك انت فاهم مطبخ، انا هنزل بالعدس ولا البرغل الاول؟ هو ده بقى، هو ده الكلام بقى، شفتوا ازاي بقى؟ هو ده، انا هنزل دلوقتي بالعدس ولا بالبرغل، فاول حاجه هتعامل معاها دلوقتي. ايه تاني؟ معلش الكنترول معايا شاطر، بسم الله ما شاء الله. هو ده الكلام بقى، هو ده الكلام الصح المتين. هو ده، العدس ده هينزل، طبعا العدس ده مهم جدا عايز اتكلم عنه، العدس الاسمر بالذات بيتغسل مره اتنين تلاته، لان احنا بنشتريه من اي سوبر ماركت او من عند العطار، بيبقى فيه ماده حافظه، بيبقى مركون عنده، فبتغسليه ميه ساقعه، وبعد ما تغسليه صفيه من الميه عشان ما ناخدش الطعم بتاعه، وتسيبيه بالشكل ده كده، ما ياخدش منك وقت كتير في السوى. ينزل بالشكل ده كده، بيتكلم مصري، العدس المصري. حلو، ويتقلم مع البصلايه. ونسيب العدس يستوي مع البصل مع ميه بتغلى على النار، هنسقطها دلوقتي على الحله. شايفين العدس بمجرد ما حطيت عليه الميه بتغلي؟ زاد ازاي؟ وبقى لطيف ولونه اتغير، كهرمان اهوت بيتحدى الجمبري في اللون اهو. ونحط الميه ونظبط عيار الميه ونسيبه يبكبك شويه على النار. في الاخر نعرفه على مستر برغل. برغل خشن ولا ناعم؟ يفضل الخشن. البرغل ناعين في السوق، اسود وخشن، يفضل البرغل الناعم الخشن اللي هو لونه فاتح. زي ما دلوقتي كده انا بس بعلمك حاجه، لما تقف في المطبخ استغل كل دقيقه وكل ثانيه من وقتك. فجاه لقيت العدس بيغلي وبيبكبك لان ميه بتغلي على النار، طاسه سخنه، حله سخنه، كل ده مع بعض. هنزل بالبرغل الخشن. اكل هي تكفي العيله كلها. وعلى فكره الاكل دي ممكن تتاكل بارده وتتاكل سخنه مع صوص طماطم، تبقى حلوه قوي على فكره. البعض بياكلها مع سلطه الزبادي بالخيار، او خس بالزبادي زي ما انت عايزه، او زبادي بس كده، تجيب علبتين ثلاثه اربعه زبادي وتحطيهم. الله، جالي سؤال دلوقتي على السوشيال ميديا وانا عايز حضراتكم اللي تجاوبوا عليه، انا عارف الاجابه. ايه الفرق بين البرغل والفريك؟ ايه الفرق بين البرغل والفريك؟ والبرغل بيطلع من ايه والفريك بيطلع من ايه؟ الاجابه عايزها من حضراتكم، يعني حنوا عليا وقولوا لي الاجابه ايه؟ انا بطلب منكم طلب واحد بس، قولوا لي الفرق بين البرغل والفريك، والفريك بيطلع من ايه والبرغل بيطلع من ايه؟ لان هقدم معاها صوصات، صوص طماطم انت عايزه ماشي، تقدمي معاها زبادي زي ما انت عايزه، حسب الرغبه. اللهم صل على النبي. شايفه الحبايه بتنزل ازاي؟ العدس مستوي، البرغل مستوي، الله. ايه الجمال ده يا شيف؟ انا بغرف بالمغرفه كده علشان يبان ان هو مفلفل، انا مش عايز العدس يعجن. هو ده. اللهم صل على النبي، ينزل كده والشويه دول كده، ما نسيبهمش
بينزلوا على وش الطبق بتاعي. الأكلة دي على فكرة ممكن تهادي بيها قرايبك صحابك، إذا هم ما شافوش الحلقة تقول لهم دي اتعملت إزاي. هرم اهو. تعالوا نغرف المكرونة عشان عايز أعمل الحلو ده. بصراحة أنا دايما ببقى والله العظيم عايز أعمل كل حاجة نفسكم فيها، والوقت هو اللي طبعا اللي بي إيه البروكلي أخبارها. نعمين يا غالي.